بهدف تحقيق السلام وتحسين العلاقات، يزور رئيس تايوان السابق ماينغ جو الصين، وهي الزيارة الأولى لرئيس تايواني سابق أو حالي إلى بكين منذ أكثر من 70 عاماً. وتأتي هذه الزيارة الممتدة على مدى 12 يوماً في وقت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وتايبي، إذ تواصل الصين ضغوطها العسكرية والسياسية في محاولة لإقناع تايوان بقبول السيادة الصينية عليها. ويدعو حزب الكومينتانغ إلى التفاعلات السلمية مع الصين، وخلال رئاسة ماينغ جو التي دامت 4 سنوات تحسنت العلاقات مع الصين، على عكس الحزب الديمقراطي التقدم الحاكم الآن الذي يدعو إلى الاستقلال الرسمي عن بكين.